مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم معنا في هذا الفزع المباشر من الدار البيضاء وبالضبط من امام مستشفى بنو رشد. وحنا اليوم نداء موجه لجميع المحسنين لانقاذ هذه الرضيعه. رضيعه في العمر ديالها 4 شهور محتاجه العمليه مستعجله، عندها ولسي جهه العين ديالها والنيف ديالها ما غنقدرش نوري الصوره ديالها لانها مسكينه الوجه ديالها تقريبا كامل بسبب هذيك الولسيفه اللي عندها حدا عينيها مايل شويه، يعني الصوره صادمه. محتاجه هذه الرضيعه العمليه جراحيه مستعجله لان هذا الشيء كيخنق ليها التنفس، ما كيخليهاش تبكي مسكينه مزيان او لا تضحك او لا شي حاجه، كذلك عينيها مأثر على عينيها، خصها عمليه اخرى على الراس ديالها. الام ديالها من نهار قالت لك من نهار ولدتها وانا معاها في السبيطار كتجي من واتزم ماشي من الدار البيضاء، كتجي من واتزم عندها 5 ديال الاطفال، الراجل ديالها شاد الفراش ميت بالقلب ما بقاش كينوض، وكتجي هاد الرضيعه كتبقى معاها هنا 20 يوم او لا 15 يوم في السبيطار وعاد كتمشي لدارها وكترجع، يعني معاناه كتعانيها هاد السيده. وحنا اللي بغينا هو هاد الطفله هاد الرضيعه تعتق، خصها عمليه جراحيه في اقرب وقت. الرقم 0627026640 0622833 15، هذا هو الرقم الاتصال. الام هي اللي غتحكي لنا. السلام عليكم. الله يشافي البنيته ديالك، اسمها الله هبه الزهيري. الله يشافي هبه، شفت الوجيه ديالها مسكينه وديك الولسيسه اللي شاده ليها نيفها وعينيها. كتعاني من فوق القياس. واخا شنو واش كنتي حفني كنتي حامله بها؟ كانوا شي ملي كنت حامله بها كملت 9 شهور ملي ولدتها وداكشي، ولدتها في اقليم واتزم ملي ولدتها وداكشي داوها ليا الفريقه قالت لي واخا 15 يوم شارة. علاش؟ شربات السقيه ديالك؟ شربات 15 يوم ما كترضع لا بالزوله لا حتى حاجه، كيدقوا ليها البرق كتشي لها في السيرون باش كتمشي لها باش كترضع باش كتفوت، ما كترضعش هي ما شدت لا بالزوله لا رضاعه لا الحليب ديال الفرماسي لا حتى شي حاجه. ملي كملوا 15 يوم كتبوا لي ورقه قال لي يلاه رجعوا للدار البيضاء باش دير العمليه. ويومي هذا دابا راه عندها 4 شهور. شحال كانت ديك الساعه عندها من يوم فاش قال لك ايرجون تمشي للدار البيضاء؟ ديك الساعه قال لي تما 15 يوم عندهم كتنعسه قال لي ضروري تمشي، يعني مازال ما عندها شهر. باقي ما عندهاش شهر قال لي ضروري ديها للدار البيضاء ليرجونش قال لي باش دير العمليه. علاش العمليه دي؟ العمليه قال لي داك التشوه اللي عندها في الوجه. نعم. ملي جيت درت ليها السكانير درت ليها المهم الراديوات درت داك الشيء قال لي المهم هذاك الشيء خاصو نعرفوا داك الشيء واش هابط لها من راسها ولا اشنو. دابا عندها العمليه ديال الراس وعندها العمليه ديال الوجه مشوه ليها. ما كترضعش مزيان ما كتنفش مزيان ودابا عندها 4 شهور والعينين اللي نتقبوا عليها وعندها 4 شهور وكتبان كيمشيش راه ماشي زعما شي دريه راه ما وافياش ما وافراش ما شي حاجه. ودابا انا كنتعاني الراجل مخليه في الدار مريض كيمريض بالقلب كيمريض بالقلب وعندي 5 وليدات خليتهم في الدار والبنت هي عيني عيني ساته ولا ما طلش على ولادي انا اللي شفت ياكلوا ما كيجي حتى شي واحد وانا كنعاني. الله يرحم لك من الوالدين اخوتي اخواتاتي الله يرحم لك من الوالدين المحسنين يعاونوني الله يرحمني من الوالدين كنشوفوا الحاله. وانت كتجي من الباديه ديال واتزم؟ كنجي من الباديه ديال واتزم. شي مره كنباتها هنا في الجرده ديال جيت بنو رشد هنايا، شي مره كنمشي وكيعطوني على الناس باش كنجي راكبه، شي مره ما كنصيبهاش نمشي كنركب على جلس هنايا في الجرده. ولا بغيتي العمليه ضروري خصك تخلصي، ما عندكش الراميد؟ ما عنديش الراميد ما عندي حتى شي حاجه ما عندي والو، الراميد وافي ليا ودابا راه دافع شحال هذا تيقول لي ما غاديش يخرج لك راه باقي معطل. وبنتي انا تمحنت ليا بزاف انا تمحنت ليا بنتي بزاف. غطي ليها الوجه عافاك. وانا كنعاني دابا خصي راه الراجل عندي اللي يعاونني وراه خدام على قلب الحال راه طيح شاد ليا الفراش راه كانت لي ورقه باش ينعس الفريق كاع على المرض ديال القلب. راجلك حتى هو مريض بالقلب وعندي 5 وليدات الا ما دخلش انا ما ياكلوا ما كياكلوا ولا ما طليش عليهم انا ما كاينش اللي كيطلع عليهم فما عندي شوف انا ما عندي حتى شي حاجه من غير بلا تغير من غير الله سبحانه وتعالى من اللي عندك عندك مخنقه غير غطيها بحركه صافي يلاه شكرا الله تفضلي. الا كتبكي نفسيها شويه عافاك. لا 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 ما تبيناش صافي سكتي عزات سكتيها. مشاهدين على ما تسكت البنيته ديالها الرقم 0627026640 06 62 63 15 06 27 026640 06 62 63 15. استعنا بجوج الارقام لان الام ما عندهاش تطبيق الواتساب في التليفون ديالها عندها هاتف عادي، فاستعنا برقم ديال واحد السيده من العائله ديالها اللي عندها الواتساب باش لك الجاليه المغربيه كنعرفوا انهم كيتصلوا عبر التطبيق الواتساب
ويعني كنتمناو صراحه ان المحسنين يتعاونوا يعتقوا هاد البنيته 4 شهور. راه ما بغيتش نوري الوجه ديالها، كاين تشوه في الوجه ديالها، ما بغيتش نوريه. صعيب الحال، فيا ربي يا ربي يا ربي ان شاء الله تلقى القلوب الرحيمه اللي يتعاونوا معاها ويديروا لها العمليه. السيده ما عندهاش راميد، وافيه ليها، باقي ما تجددش ليها الراميد، هي كتبكي، مخليه 5 ديال الاطفال في الباديه، مخليه راجلها طريح الفراش، حتى هو خصو ينعس في السبيطار، ولكن دابا هي مع هاد البنيته اللي عندها 4 شهور. تفضلي لالا، تفضلي تفضلي. دابا انا ما قاريش وما عارفاش، ما عارفه انا فين نمشي ولا فين نجي، صافي كيوريو ليا على الناس باش كندخل للسبيطار، ما عارفاش وما قاريش. ودابا كنبات نعرف الزنقه، باقي ما يحلوا يديروا ليا العمليه، وبغيت خوتي وخواتاتي وقفوا معايا، الناس المحسنين وقفوا معايا، الله يرحم بيا الوالدين، انا عندي انتوما سبحان وتعالى هما اللي عند لا دار شي واحد الخير غيعتق غير هاد الملائكه، كيف كنقولوا راه ملاك. كتشوف كتقطع قدامي انا، راه صافي كندوب الليل والنهار كنشوف هاد البنيه قدامي كتقطع قدامي، انا ما بغيتش انها تقطع قدامي بنتي، ما عندك ليها حاجه. انا كل نهار كنبكي الليل والنهار الليل والنهار وكنبكي، جاتني على كوجي وكل طريق، الراجل مريض ليا في الدار، البنت مريضه ليا، الراجل مخليها في الدار كيعاني، الولاد صغار، الوليد الصغار كاملين، ما كاينش اللي تيسوق عليا، ما كاينش غيخدم عليا، ما كاينش غيجيب عليا، الا ما دخلتي انا ما كاينش اللي. انت منك راجل ومنك المراه دابا، كلشي هزال حمل كثير عليا بزاف. فاش كتخدمي تما عافاك غطي الوجيه ديال البنيه؟ واخا تفضلي، فاش كتخدمي؟ كنت خدامه في القهوه، دايرين لي 4000 في السيمانه، ولكن ميني ولدت مني ولدت وداك الشيء صافي، كينوبوا عليا على الناس مره كيجيبوا ياكلوا باش ياكلوا على ولادي صافي، اما العمليه وداك الشيء ما كاينش اللي كيتكلف لي بالعمليه، انا بغيت شي واحد يتكلف ببنتي ويتكلف وراجلي في الدار كيعاني بشي بعيد، رجلي تنفخوا والوجه تنفخ من القلب وما عندوش هو مين يجيب لي ولا مين يدخل لي. مخليها بوحدو تما، بوحدو ما كاينش مين يقرا، مخلي الدريه يلا عندها 14 عام كانت مشيت تقرا وعاد كتجي تقابلو هو وكدير لي المسوس، ما يمكنش غادي ياكل الملحه ولا شي حاجه، كدير لي على المسوس كنطلب خوتي. واخا شنو قال لك الطبيب على البنيته؟ اش قال لك؟ قال لك باطري بالعمليه؟ شنو قال لك؟ قال لي ضروري ديري لي العمليه، قال لي نعرفوا داك الشيء واش جايه من راسها، قال لي عندها العمليه ديال الوجه وعندها العمليه ديال الراس، وقال لي ضروري ديري خلصي كلشي على برا، ودابا خوتي كلشي كنخلصو على برا. التحليل كلشي كديريه برا؟ كلشي كنديرو على برا دابا، كلشي الكلاص وكلشي والتحليل والرام والعمليه، ما عرفتش الناس واش غيقولوا لي، ما عرفتش الطبيب واش غيقول لي. الداخل هنايا ما عرفتش حال. نعم. انا ما عنديش الراميد، ما عنديش انا واحده في الراميد، ما عنديش الراميد. نعم يعني خصك تخلصي عاد ديري العمليه. كلشي تنديرو على برا، ودوك قال لي العمليه الداخل خصها تخلصي، ولا ما عارفه شحال غتخلص. وانت ما بغيتيش بنيتك تشوف؟ اكيد اي، وحنا كاملين حتى واحد ما يبغي. ما بغيتش نضيع بين يدي، انا مستحيل نضيع بين يدي، علاش ضربت عليها تمارة 9 شهور وقفت الكرشي، ودابا يومي هذا تنجري بيه وتنقول يا ربي توقف معايا، دابا مشيت جد جرب ندير فيها الزوج حيت نبكي نبكي حتى تفشيت وعاد نجيت هنايا. يا ربي تتمنى خوتي وخواتاتي المحسنين يعاونوني وربي يوقف معايا. يا ربي امين. نداء لجميع المحسنين، ما كرهناش شي محسن يهزها، بغى يدخلها للسبيطار بنور رشد الهاروش ديال الاطفال ديال العمليه، بغى يديها المصحة خاصه، حنا بغينا المحسنين. المهم هاد البنيه اللي عندها عذر قيلا عافا بنتي الوجه ديالها، هاد البنيه اللي في العمر ديالها 4 شهور، ملي تزادت نكرشمها وهي في السبيطار، ملي تزادت 15 يوم وهي بعيده على ما عاد جات صيفطوها من قريب قال السبيطار ديال الدار البيضاء، يعني ملي تزادت وهي مسكينه في السبيطار وفي الاكسجين وفي الادويه، راه ما خدات الحليب ديال ما حتى دارت 15 ما ترضعاش، ما خدات الحليب حتى دارت 15 يوم، لا الحليب عادي ديال الفرماسي دابا، يعني ما خدات الحليب ديال يعني معاناه كثيره. ملي خرجت من السبيطار لقات الحليب بحال اختار شويه، ما يمكنش قال لي غتعطي لها، قدرتي لا صعيب الحال. نعم قلت ليها صافي سمحت انا نحيدوا ليها، دابا كنعاني تما الحليب كنعطي ليها، دابا كترضع ما طالعش كاع الحليب كاع. نعم. عندها 4 شهور وما طالعش. لا ما شوية بحال يلا عندها شهر. لا لا شفتها انا. نتمناو يا ربي المحسنين يتعاونوا مع هبه، نتمناو المحسنين يعتقوا هبه، يديروا العمليه لهبه، هبه عندها 4 شهور، نتمنى ان شاء الله تلقى هاد الام اتصالات باش يقول لها هبه كيف بنتك، راه بنتنا وحنا هبه ما غنخليوهاش في تشوف وجهها، ما غنخليوهاش بلا عمليه في راسها، غنتعاونوا كاملين وغنديروا لها العمليه باذن الله تعالى، وان شاء الله يطول العمر ونشوفوا هبه كتمشي على رجليها ونشوفوها ان شاء الله باذن الله لا تعالى كيف بغات الام ديالها. الرقم 0627 06 40 06 62 83 15 0627
0266 40 66 63 83 15. هذا هو الرقم ديال ام هبه، وحنا كنا بغينا هبه باذن الله تعالى تساعد العافيه ديالها ودرقي لها لان تساعد العافيه ديالها، وهاد الدموع اللي بكاتهم هاد الام بغيناهم ان شاء الله دموع الفرح، وبغينا هبه يزول عليها المرض ويزول عليها الالم. ما بقى لمشاهدينا الا نودعكم، دمتم في امان الله، الى اللقاء.